ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة ببلاد الرؤي. اليوم عندنا نزال رباعي بين راني وبلبل وليث الفضاء، وشهاب والشجاع المتقد، وسفيان وخفاش الليل، وكروان وزعيم الوقت. وطبعا راح نغير الحلبات وبالذات الحلبة العملاقة. فالجولة الأولى يلا نبلش 3 2 1 جو. شوف اوكي فشلنا، طلع ليث الفضاء لحاله 1-0 للشجاع المنتقد، او ما راح نحسب هالجولة. اوكي وراح نغير الحلبة، طبعا الحلبة العملاقة والزرقاء راح تكون احسن بكتير، بس كمان نقطة للشجاع المنتقد. اوكي وبين خفاش الليل هو الصمد للاخر. اوكي ليك الفضاء انفجر، خفاش الليل عم برجع بقوة. وبيرس اوه طوالي بيرس، شو هالسرعة. اوه اوكي انا حابب احول للحلب العملاقة، وكمان شوي رح نرجع للحلب الهجومية مرة ثانية، واخيرا نقدر نطلع براحتنا. بس لا، ليك الفضاء طار. يلا عادي خلاص نعيدها. طبعا سيد الوقت او زعيم الوقت كان بالوضعية الهجومية طول الوقت اذا في حدا ما لاحظ. اوكي هلا النزال راح يكون احلى، راح استخدم جهاز اطلاق منفصل لكل بلبل. اوكي مخالب ليث الفضاء طالع على برا زي ما شايفين، لونها ذهبي ولساته بالوضعية الطويلة، او لا طول. وبيرست فينش. اوكي وبيرست الخفاش، ونقطة لزعيم الوقت. اوكي نزال رباعي بامتياز، وبيرست بيرست مع بعض شو اسمه زعيم الوقت وخفاش الليل، فاجئوني. اظن دبل بيرست مع بعض عملوه، وفاز الشجاع المتقد. الشجاع المتقد اول المنطلقين زعيم الوقت. واو ليث الفضاء انفجر وطير معه زعيم الوقت الشجاع المتقد، مش عارف شو اللي صار. طبعا تقدر تعيد اللقطة اكيد باليوتيوب، بس لقطة خرافية خرافية. خفاش الليل على فكرة مش معلق، إذا في حدا شافه مش معلق، يعني هو عم هو لحاله واقف. هلا أظن إنه الشجاع المنتقد طار عند الجيران، فما بعرف بدي أروح عندهم أتأكد. أوكي لقيت الشجاع المنتقد وكان على هاي، يعني نقصه 2 كليكس أظن. ماشي حال، أنا توقعت إنه عمل له بيرس، بس هلا أضل ألاقي درايفر زعيم الوقت لأنه ضاع. أوكي لقيت اللاير، وأخيرا راح أحطها بوضعية القدرة على الاحتمال هلا. المفروض شوي النزال يكون أهدى، بس برضه راح يصير في بيرست اكثر بتوقع، لانه راح يكون هادي يخبط بشكل مباشر. وبالنسبه للدرايفر اوكي صار قدره على الاحتمال. سفيان وكروان راني. اوكي نزال رباعي بامتياز، على فكره هو مش نزال رباعي، هو المفروض 1-3 اللي هو راني وليث الفضاء ضد هذول الثلاث بلابل وخفاش الليل. اوكي سوري طيرتكم مزحتكم. وبلبل ليث الفضاء لف شوي زادة واخذ نقطة بهالجولة، تقريبا نص سلوبس يعني. اوكي يعني تقريبا 2 كليكس نقص، وضايله 2 كليكس بنعمله بيرست. ليث الفضاء انتهى وقت المزاح، يقضي على هدول البلابل. شهاب اوكي ليث الفضاء عادة بفوز زعيم الوقت اول اشي، بعدين بضل هذلاك البلبلين وبعدين بفوزهم هيك بالانمي. اوه خسر خفاش الليل وفاز الشجاع المتقد. هالجولة حبيت اطلع بجهاز اطلاق الاحمر الخيطي. اوه اوكي خفاش الليل وزعيم الوقت. ليث الفضاء اقضي عليهم بالمخالب. اوه لا هذا رد علي عن جد، بمزح معك.
وفاز زعيم الوقت من دون تعب، لانه ليس الفضاء استهلك كل طاقته ليقضي على الشجاع المنتقد وخفاش الليل بنفس اللحظه. فليس الفضاء بحيك على القوه الخارقه، قدرت تقضي على بلبلين مره واحده. وعلى البارد والمستريح زعيم الوقت اخذ الفوز. شهاب اتعاون مع كروان. اوكي ما نزل بقوه، يا الله فلت مني. ليس الفضاء انا اسف، طلعوا مره تانية. اوكي تجربه، راح اسوي اشي للبلاد بالضبط. اوه بيرس للشجاع المنتقد، طبعا مش عادله يعني، بس كنوع من التغيير. طبعا اذا عجبك هالفيديو حط لايك واشترك بالقناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك سبسكرايب او سبنه، وفعل جرس التنبيهات على كل الاشعارات عشان تكون اول واحد تحضر فيديوهات جديده بس تنزل. ليث الفضاء صدى لخفاش الليل، والشجاع المنتقد زعيم الوقت في بير، خفاش الليل في مأزق. وبيرس لخفاش الليل. اوكي لمحت انا شوي، خبطت شجاع المنتقد. ليث الفضاء هلا عن جد بدك تقضي عليهم كلهم بالمخالب. ليث الفضاء سوري، ليث الفضاء عمل بيرست، لا هو عمل له بيرست مع زعيم الوقت، دبل بيرست مع بعض. خفاش الليل طار، كان راح يطلع برا الحلبة وانا مسكته ونفك بايدي، وشجاع المنتقد فاز بدون اي سبب. اوه خسر توكلش كالعادة. اوكي شجاع المنتقد مش راكب كويس. ليث الفضاء مرة ثانية اقضي عليهم. اوكي ليث الفضاء حجمه عن جد اكبر من البلابل الثانية لانه عنده مخالب بتطلع لبرا، وطوله على فكرة ازداد، لاحظين فرق الطول شوي، هيك تحسه واقف على اشي. اوه ليث الفضاء للاسف علق شوي وخسر. فاش الليل زعيم الوقت شجاع المنتقد ليث الفضاء. اوكي هلا بعد الجولة رح نرجع ننتقل للحلبة الزرقاء، وممكن نرجع للحلبة العملاقة والهجومية البيضاء. وإذا حابب تشوف وجهي طبعا تقدر تضيفني على سناب شات وانستغرام وتيك توك، الروابط كلها بصندوق الوصف، اللينكس بالديسكربشن بوكس. مبروك لليث الفضاء الفوز المرة الثانية أو الثالثة من خلال كل هالفيديو. حلبة ماكس ستيل. أوكي صار في تعليق شجاع المنتقد، لا راح. خفاش الليل وليث الفضاء هم اللي حلوا ضلوا بالحلبة. يلا نلحق الشجاع المنتقد قبل ما يخلصوا النزال، ومسكنا الشجاع المنتقد. اوكي كمان راح نطلعهم هيك مع بعض، للي ما بيعرف اجهزه اطلاق هازبرو قابله للتركيب ورا بعض، فبهالطريقه نقدر نطلع بلابل مع بعض، بس البلبل اللي بيكون مركب هون بينطلق بقوه اكثر من هون، فمثلا شوفوا طلعوا انا بسحب الريب كورد هذا بلف اكثر من هذاك. ومبروك لليث الفضاء. اوكي زعيم الوقت حابب يعلق. اوكي شجاع المنتقد عم بيهاجم. اوكي زعيم الوقت ليث الفضاء. اوكي ليث الفضاء اقضي عليهم. شجاع المنتقد انطلق. في بيرس في بيرس في بيرس. لا في بيرس اكيد. شجاع المنتقد صار هجومي. ولا بيرس. اوكي راح نحط زعيم الوقت بالوضعية الهجومية. كأني طلعت اشي على الثاني. انا اسف. ليث الفضاء. طبعا اذا عجبك الفيديو اتمنى تنزل بسرعة تحط لايك على هالفيديو، لايك على السريع. اوكي ونقتل خفاش النار ليل. ليث الفضاء. اوكي تغيير الطول لسه ما صار بليث الفضاء، صار في بيرس. اوكي بطلت اقدر اراقب ليث الفضاء بس تغير طوله هلا. اوكي فبلحظة من البيرس. ومبروك لليث الفضاء والحلبة الهجومية رجعنا لها. زعيم الوقت
فيرست فينيش. يلا يلا طيروا طيروا. اوكي سوري اضطرنا نخبط بالبلابل، خربنا شوي على ليث الفضاء. اوكي في ناس بيسالوني لؤي ليش بتطلع خفاش الليل اول اشي بمعظم الجولات، لانه هو قدره على الاحتمال، ودائما بس اطلعه اول اشي بطلعه باقوى جهاز اطلاق اللي هو تبع اللهيب الاسطوري، فعشان هيك بطلعه اول اشي. ليث الفضاء اخدع الشجاعه المنتقد يا ليث الفضاء. اوكي ليث الفضاء مكتوب على علبته اصلا انه البيرس تبعه نقطتين اظن كانوا، فانه هو اصلا ما بيعمل البيرس للضد، هو قدرة احتمال ومن الحكي. اصلا بتعرفوا شغلة انا نسيت ايش كان نوع هذا، اظن قدرة على الاحتمال صح؟ فتحت علبته زمان وعم بصور هالفيديو زمان، بس كيف سبيستون تسميه اشي فيه ليثة واسد؟ حكيت لكم فتح العلبة لما ما كنت عارف اسمه انه يا رح سموه اسد او ليث، مثل الليث الضاري هذا الاسد الاخضر تبع المعركة الحديدية، وفعلا سموه ليث الفضاء للاعب راني. الشجاع المنتقد ليث الفضاء وجه لوجه. خفاش الليل اخر اشي عشان محبين سفيان ما يزعلوا. يبدو انه هنالك بيرس. الشجاع المنتقد اوكي زعيم الوقت فاز. كروان ليث الفضاء لسه ما لحقنا. يلا نكمل نزال. الشجاع المنتقد اخبط صاحبك. طبعا كيف عليه الشجاع المنتقد لانه خفاش اللي طاقته ضاعت، كان قبل شوي لسه بنزال قضى عليه الشهاب. اوه سوري زعيم الوقت نزل عليه ليث الفضاء. اوكي لما خالد ليث الفضاء دخل لجوا قبل شوي ساعدوه بصد هجمات ليث الفضاء. تفضل خفاش الليل من كثر ما طلع قوي زك بالحل طار بالحيطه. يا زحله. اوكي ما تحمل ليث الفضاء الضربات. تو كليكس خسر يعني سلوبس. خفاش الليل فاز ورجعنا لحلب العملاقه. ليث الفضاء اقنع عليهم المخالب. طب احكوا لي شغله، انو اوضح الحلب العملاقه هلا ولا الحلب العملاقه باوليه الفيديو؟ انه حاولت شوي اعدل الاضاءة عشان تطلع الصورة اوضح عندكم، فمش عارف احكولي بالكومنتات. بتوقع هلا صارت احسن صح؟ انا نسيت قبل شوي اضبطها. فاز ليث الفضاء. انطلق الشجاع المنتقد. ليث الفضاء انهي النزال. اوكي اوكي الشجاع المنتقد اكل ضربة قوية من ليث الفضاء، عشان هيك انعمل له بيرست بضربة خفيفة من وراء واحد من البلابل الثانية. اظن خفاش الليل وليث الفضاء زحلق او خسر. ليث الفضاء انتقم من شهاب. زعيم الوقت اوكي زعيم الوقت سدد ضربة قوية على ليث الفضاء. اوه شفت صفان شجاع المنتقد عمل اشي مع خفاش لا مستحيل. مش انا قبل شوي طلعت ليث الفضاء اول واحد وليث الفضاء فاز. اوكي هاي جولة بتدل على قوة ليث الفضاء، طلعناه اول واحد. اوكي اول واحد وفازهم بالاخير، فاز ثلاث بلابل. هاي هي جولة خلص ختمنا الانمي، عملنا زي الانمي. هاي هي جولة التي كنا نسعى اليها. فعشان هيك اذا عجبك الفيديو بسرعة انزل حط لايك واشترك بالقناة اذا ما اشتركت، وروح اشرب مي اذا ما شربت لانه المي مفيد كتير للجسم، وبعرف انه معظمكم بنسى يشرب مي، فهي معلومة ملهاش اي دخل بالفيديو بس مفيدة. ويلا روح اشرب مي، روح بكاسة مليانة واشربها شوي شوي. ليث الفضاء اخدع الشجاع المنتقد. خفاش الليل انطلق زعيم الوقت. اوكي شهاب حول الوضعية الهجومية وخسر شوي من طاقته بسبب التعليق بنص الحلبة. وبيرت فينيش حديدة ليث الفضاء. على فكرة حديدة ليث الفضاء فريم ليث الفضاء وخفاش الليل وشريحة التحديث تبعونهم بيشبهوا بعض. لا لا المهم هلا مش حكيت لكم انا الفريم بيجي نفس لون شريحة التحديث، ففريم وشريحة التحديث ليث وحش الفضاء وخفاش الليل متشابهين في اللون، بس لا هاي على اخضر هاي على ازرق. وصراحة صراحة صراحة تبعت ليث الفضاء احلى، الاخضر احلى شوي طالع.
فشكرا لكم ولمتابعتكم لفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. اذا عجبك لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك، وكمان تحضر فيديوهات التانية الطالعة قدامك على الشاشة، او تدخل على قناتي وتشوف الفيديو، تشوف الفيديوهات وتختار الفيديوهات اللي بتعجبك. بحبكم كتير وبشوفكم الفيديو الجاي. سلام.